مساء الخير واهلا بحضراتكم في المواجهه. النهارده مواجهتنا مع شخصيه متعدده النجاحات ومتعدده التجارب والخبرات. الحقيقه انه مفيش محطه وقفت فيها الا وكانت ناجحه جدا، مفيش محطه وقفت فيها الا وكان عندها فيها قناعه وعزيمه وحرص على ان هي تحقق اللي هي شايفه انه في الصالح العام او اللي هي شايفه ان هو صح. اولا هي جايه من بيت كله علم وكله دين وبيت الحقيقة يعني مليء بالخير. ضيفتنا النهاردة هي الحاجة ياسمين الحصري اللي زمان كانت معروفة طبعا باسم الفنانة ياسمين الخيام. هي ابنة الشيخ محمود خليل الحصري شيخ المقرئين المصريين، ومش مجرد الحقيقة فقط شيخ المقرئين، ولكن هو كان عالم كبير له مؤلفات وله كتب وله نجاحات وله جولات في العالم كله وله إنجازات الحقيقة لم يتميز بها أحد سواها، نتعرف عليها من خلال الحوار ده بالنسبة للوالد. أما بالنسبة للحاجة ياسمين، فالحاجة ياسمين حتى في الفترة اللي كانت فيها يعني بتغني أو بتقدم أعمال غنائية كانت بتختار بعناية إيه اللي تقدمه، ومحدش فينا ينسى أعمالها العظيمة المصريين هم محمد يا رسول الله، كان ليها عليه أفضل الصلاة والسلام، كان ليها أغاني كتير وطنية وأيضا دينية، وكانت بجد صاحبة صوت رائع، وبالتأكيد الصوت واخدها من الأسرة ومن البيت، وهنعرف منها أيضا الجزئية دي إذا كانت لوحدها ولا في حد تاني في الأسرة ورث جمال الصوت عن الوالد. وطبعا الآن هي يعني من الشخصيات اللي حققت رقم مهم في العمل الخيري. هي الآن هي مؤسسة طبعا جمعية الشيخ الحصري للخدمات الدينية والاجتماعية العامة، ليهم أنشطة كتير جدا هنتكلم معاها فيها. اسمحوا لي نرحب بيها ونبدأ معاها حوارنا. حاجة ياسمين أهلا بحضرتك وأشكرك على استضافتنا النهاردة في الجمعية. أهلا بحضرتك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اللي بأشرف بالحقيقة يعني بوجود حضرتك وبالقناة المميزة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء لإعزازي لشخصك أولا يعني، ولدورك برضو الإعلامي بسم الله ما شاء الله عليك. أشكرك، ده شرف لي والله يا حاجة ياسمين. خلينا نبدأ بالأسرة والبيت وعلاقة حضرتك وإخواتك بالوالد. أولا حضرتك الأولى بين البنات صحيح؟ تمام. يعني أكبر واحدة في البنات. أنتوا كنتوا كام ما شاء الله كلكم؟ كنا سبعة. سبعة. بس طبعا توفى اثنين فبقينا كام؟ خمسة. ربنا يديكوا الصحة. وحضرتك كنت الأولى بين البنات. بالظبط، بيكبرني علي أخويا، وثم بعد كده كان الدكتور محمد رحمة الله عليه، والسيد اللي كان وكيل أول وزارة في مجلس الشورى، وأختي إيمان اللي في المصرف العربي، وبسم الله ما شاء الله حسين، بس كده. واختي واختي الله يرحمها شوقيه ام المستشارين بقى سامح واحمد وايمن. تمام. طيب علاقتك كانت ايه بالوالد في السن الصغير وهو الشيخ محمود الحصري، طبعا شيخ جليل وعالم جليل، كان عامل ازاي في البيت معاكم؟ هقول لحضرتك حقيقي الوالد كان شخصيه يعني انا كل ما اذكر اي جانب ايجابي في حياتي احس ان هو اللي بذرها، يعني فعلا بذر فينا حب الخير والتواضع والإتقان في العمل. يعني إذا كان الناس بتسميه أنه مجود وأنه راجل محقق وأنه راجل يعني متقن في تلاوته وفي حياته، لكن فعلا زرع فينا حتة الإتقان في أي عمل نتوجه به، ومن أول وإحنا صغيرين كده شايفين احترامه لخلق الله كلهم، احترامه مش بس للبشر، احترامه للشجر وللحجر. يعني حتى ما كان يقول لنا ما تفتح الباب يا بنتي بالراحة كل شيء، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، في الباب بالراحة، استخدم الأشياء كده وانت بتحمدي ربنا ان ربنا اصطفاك ان متع حياتك كده بنعم ربنا إلا تعد ولا تحصى. حاولي ان انت تتعاملي مع كل شيء كده بهدوء وبسكينة، ودايما التسبيح على طول، علمنا ان احنا نسبح، علمنا ان احنا نحترم الناس بلا توصيف اطلاقا، لا دينه ايه ولا شخصيته ايه، لا لازم يبقى عندنا احترام لان ربنا كرم بني ادم. فالحقيقه الخلق الطيب في سلوكه وفي حياته وفي يعني كان حكمته
في حتى في تعليمنا مش بس بالقول لا بالعمل. فاحنا ورثنا عنه الحقيقه يعني اشياء كثيره. بحس ان انا فعلا لان هو كان قدوته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دايما يذكرنا باي عمل يقول لها شوفي بقى مردوده هتفرحي سيدنا النبي ازاي، شوفي انت بتحبي سيدنا النبي وبتحبي ربنا طبعا اولا، فشوفي عايزه تفرحي ربنا وتفرحي سيدنا النبي ازاي. فكان دايما قدامنا معيار، قدامنا ترمومتر، قدامنا وجهه دايما بنحاول ان احنا فعلا ننضبط عليها. فعشان كده بقول لحضرتك يعني فعلا صاحب فضل في كل حياتنا، يعني مش بس انا، كل المحيطين بيه كانوا بيشهدوا له بالخلق اللي كان مميز بيه فعلا، بتواضعه، بابتسامته الدايمه، بحكمته، يعني ما كانش فيه غلظة، ما كانش فيه شدة، ما كانش فيه، كان فيه حزم لكن ما كانش فيه غلظة ولا قسوة، لا كان فيه لين وكان فيه تواضع وكان فيه بشاشة، وكان عنده دايما يدينا الأمل دايما ان شاء الله ان شاء الله الغيب ده بإيد ربنا، فاحنا نحسن الظن دايما وان شاء الله انا عند حسن ظن عبدي بيه. طيب لما حد كان يغلط، يعني هذه الشخصية دمثة الأخلاق المتدينة عن حق، لأنه حقيقي الدين مفترض أنه هو خلق ويخلي بالزبط. الإنسان أفضل ويخليه يعني أكثر رقة من جواه. تمام. الشخصية دي اللي هي بتعلمكم كل الكلام ده، لما كنتوا تغلطوا كان بيعمل إيه حاجة ياسر؟ هقول لحضرتك، أولا كنا بنحاول قدر المستطاع إرضاء لي وإحنا صغيرين من حبنا فيه، ولانه كان عنده هيبه كده، وكان عنده يعني انا اتذكر ان انا ما اتخيلش اطلاقا ان انا مثلا بذاكر ولا انا في مكان على مكتب ولا حاجه، ان لما يمر قدامي ان انا قاعده، لا على طول حاجه طبيعيه انطلق كده لازم اقف ولا يمكن ابص كده، لا بتواضع كده، في غض للبصر كده، في احترام كده لوحدي يعني، او مش انا لوحدي كل اخواتي. هو كان بقول لحضرتك طلته كده كان فيها هيبه وكان فيها كده يعني مع النور اللي كان عنده بسم الله ما شاء الله، لكن هو كان فيه بيحيطه كده ربنا سبحانه وتعالى بشيء من الوقار. فاحنا كنا طبعا يعني حريصين على ارضائه حبا ليه، مش مثلا يعني اوامر ولا حاجه. يمكن كانت الوالده هي اللي بتعاني مننا ممكن كالعاده، معلش مشاغبتنا او اي حاجه يمكن الوالده، لان الوالده كانت حقيقه كان الوالد هم مفوضها هي ست البيت، هي مديره البيت، هي القائمه. كان علاقته بيها ايه؟ محبة ومودة واحترام بالغ، يعني أنا ما أذكرش في حياته إن مثلا سمعت صوت عالي مثلا إطلاقا، وكان دايما ودود معاها ودايما محيطها كده بمحبة ودايما مجامل معاها، يعني حتى أي حاجة في أكل في تصرف في كده يثني عليها قدامنا، وعشان خاطر يعلمنا إن إحنا يعني لازم إن إحنا نتعلم منه برضو إن إحنا مش أكلة مش عجبانة ولا حاجة، لا فيش حاجة زي كده، لا الوالدة تتعب، الوالدة بتعاني، أول واحدة بتقوم وآخر واحدة بتنام. فالحقيقة كان هو الحقيقة يعني مثل قدامنا حقيقي صدقيني، يعني كان المودة والمحبة والإعزاز، وزي ما بقول لحضرتك فعلا شهدت حق عمري ما شفته مثلا انه مثلا بيقول لها كلمه مثلا تغضبها ولا حاجه، لا بيحس، بل بالعكس كان يقدر جهدها، لان هي الست اللي بتتعب واللي قايمه على خدمه ضيوف والبيت المفتوح. حضرتك ما كانش عندنا ميعاد لاكل ولا شرب اطلاقا، المائده الاطعام ده كان شيء يعني مش بس المشهود لوحده، لا اي حد ضيف يجي مش تعزيم عليه، لا ده المائده قائمه، يعني لازم يبقى في اطعام ولازم في اكرام للضيف، الباب المفتوح. ايه حكايه الرؤيه اللي كان شافها الشيخ الحصري؟ والده والده اللي شاف الرؤيه. والده كان اسمه السيد خليل. السيد خليل ده كان ايضا حامل للقران وكان محب للقران جدا، لكن كان هو الحقيقه يعني من حبه وتعلقه بالمساجد، فكان اي زاويه او مسجد كان بيفرشها بالحصر، فعشان كده لقب بالحصري. فالحقيقه في احد رؤاه شاف ان سلسله ظهره عباره عن عنقود من العنب وجميل، ومن كل فج عميق بيأتي عشان يقطف من هذا العنقود. ويقول الله، ومفيش حبة تنقص من العنقود. يعني شوف ازاي الناس تتوالى وتاكل، لكن العنقود زي ما هو بشكله الجميل بطعمه الجميل، والناس كلها بتهلل تقول الله. لما الرؤية دي عودته مرارا، راح بقى طنطا
هما طبعا قريتنا كانت قرية شبرا النملة اللي ولد فيها الوالد واللي أنا برضو اتولدت فيها. لكن لما بقى أحد مقاول الرؤى في طنطا قال له من المشايخ قال له بص هقول لك أنت عندك ولد؟ قال له عندي ولد لسه مولود صغير وحيد يعني. فقال له طيب هيتقال الله إيه غير على الكلام الله؟ يا ريت تحفظوا القرآن وتخليه تخصصه فعلا في علوم القرآن، لأن إن شاء الله إن شاء الله يا رب إلى أن تقوم الساعة هينتفع به إن شاء الله. فكان فعلا وصية الوالد للجدة اللي هي فرح إنها فعلا إذا توفى أو إذا انتقل فعلا تعتني به وتحرص على إنه فعلا يتم حفظ القرآن ويتخصص في علوم القرآن. وقد كان الحقيقة يعني الوالدة يعني كان، ولذلك أنا هقول لحضرتك حاجة، شوفي مدى الأصل الطيب لما يبقى حريص فعلا. يعني الوالد جده بقى اللي هو جدي أنا السيد خليل ده توفى، فالوالد مع أنه وحيد ومفروض يبقى مذلل، وطبعا أخواته البنات كانوا أكبر منه وتزوجوا في القرية، لكن شوفي ماذا هو يعني كان حرصه على بره بيها. يعني هو اللي كان، تخيلي هو اللي مثلا يقوم على خدمتها وعلى تسريح شعرها وعلى حمومها وعلى العناية بيها. بنات بس كانوا أكبر بقى. فتحكي لي عماتي إزاي إن هو سبحان الله اللي كان قائم على كل خدمتها. طيب زي ما كان والده حريص على إنه ابنه يكون حافظ للقرآن وإنه هو يعني ينشئه على ده، هو كمان يعني طور يعني ورث لاولاده، كان حريص انكم تحفظوا القران كلنا يعني. اقول لحضرتك لانه طبعا هو كان بحكم عمله انه طبعا هو انت عارفه حضرتك كان شيخ للمقارئ وكان خبير مجمع البحوث لعلوم القران، وكان سبحان الله كان اشرافه حتى في اول عهده في المقارئ ان كان اشرافه على كمان مقارئ المكه والمدينه سبحان الله. يعني شيء ده يدي كده لمصر كده مدى يعني كان يعني احتوائها واقول ايه والخير كان بيعم كل الجيران. فطبعا عمله وكان كمان رئيس لجنه تصحيح ومراجعه المصاحف. يعني كانت في غرفه كده في البيت عندنا مخصوصه عشان خاطر كل اعضاء التصحيح والمراجعه من مشايخنا الكبار جدا، وهو كان رئيس هذه اللجنه. فمتخيله هذه الاعباء طبعا طبعا البيت عامر بالعلماء وبالناس المحبين لله ومحبين لاهل القران. اصل اهل القران ده يعني كما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ان لله اهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فسبحان الله كان يعني القرآن فعلا حريص الوالد ان هو يحفظهن بترتيل بتجويد، بحيث ان احنا فعلا يعني فعلا يبقى مش بس في قلوبنا وفي عقولنا، لا يبقى في حياتنا كمنهج. حاجة ياسمين، في جزئية مهمة جدا خاصة بالشيخ الحسري مهم ان احنا نتكلم فيها، وهي ان هو كان اول من وفق القرآن بصوته او جمعه بصوته. بالظبط. اشرح لنا اكتر الجزئية دي حصلت ازاي، لانه ده امر استثنائي الحقيقة الحمد لله هو تمام بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا المعلومة العامة ان طبعا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه جمع القرآن اللي كان طبعا مكتوب في على الجلود وعلى العظام وعلى كده، وسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه وبقى الجمع المصحف، وابتدى بقى طبعا المصحف اللي بعته كده للامصار بعد هذا. اول بقى في الكون اول جمع وتوثيق صوتي للقران كان الوالد رضي الله عنه، ان شاء الله ربنا يتقبل هذا العمل يا رب. وبحس ان ده اصطفاء من ربنا جل جلاله انه يصطفيه، ان هو طبعا بحكم ان هو كان قلت لحضرتك انه شيخ للمقارئ ورئيس رجل تصحيح المصاحف ومحب للقران وكده، وجال العالم كله وطاف العالم عشان ينقر القراءه الصحيحه. فوجد ان بعض المصاحف ابتدى طبعا الصهاينه يحرفوا في القران. يعني أذكر مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت اليهود والله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. عند غلت أيديهم شالوا النقطة فبقت علت. وعند أي تغيير تام للمعنى تماما. عند أي حاجة لعنوا بالنسبة لليهود أو للصهاينة، عند لعن اللام مع العين دي النبرة دي اتشالت فبقت أمنوا. وهكذا. فمن هنا جت فكرة انه يوثق صوتا بقى، مش هيبقى فيه تلاعب.
لما تعرضت. ده كان سنة كام يعني؟ ده كان في أواخر الخمسينات. وكان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر فعلا. ولما الأستاذ لبيب السعيد والقائمين على هذا الأمر في مصر في الوقت ده وعلم الرئيس جمال عبد الناصر فأمر بافتتاح محطة للقرآن الكريم وإن يبقى يذاع فيها هذا القرآن مرتلا. فالوالد الحقيقة سجل القرآن بروايات متعددة، مش بس احنا هنا في مصر بنقرأ بقراءة حفص عن عاصم، لا القراءات الأخرى زي ورش وقالون والدوري، لأن بعض الدول العربية والإسلامية بتقرأ بهذه القراءات، زي المغرب مثلا بتقرأ بورش، والسودان وليبيا مثلا بتقرأ بقالون وبالدوري وهكذا. فأرى وسجل بقى القرآن مرتلا بهذه القراءات، وأيضا سجل القراءات المختلفة التي تناسب الدور المختلف بالضبط، وأيضا سجل المصحف المعلم اللي هو بدل بقى إيه إن احنا فاكرة الكتاتيب بتاعت زمانك وحضرتك ما تحضرهاش، بس أنا حضرتها طبعا، إن كان يبقى العريف من دولة أو الموجود في الشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقوم مثلا نقول وراه يعني يسيب، فسجل المعلم اللي هو بالضبط زي القارئ وأنت بقى تقري عشان مخارج الألفاظ تسمعيها بالضبط وتقلدي، بس لازم طبعا يعني يبقى برضو حد معاكي لأن لازم التلقي يعني في القرآن. فبفضل الله سبحانه وتعالى كان له الاصطفاء ده ان يبقى اول واحد سجل المصحف مرتلا، واحنا مأمورين بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. يعني طبعا الناس بتستسيغ احيانا المصحف المجود طبعا باصوات طبعا المشاهير واساتذتنا اللي بنعتز بيهم في مصر، لان فعلا القرآن قرأ في مصر، والقارئ المصري مميز جدا الحقيقه في ترتيله او في تجويده. فبس هو اول واحد فعلا، وابتدى العالم الاسلامي كله. يعني انا باذكر مثلا في افريقيا بيحطوا الشريط بتاع الوالد في اي مقرأة من القرآن ويبتدوا سبحان الله يقولوا وراه يتعلموا عليه، لانه فعلا كان من المصحف ده كان زمان على اسطوانات، والحقيقة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية نشره في ربوع افريقيا وفي اسيا وفي كل الدنيا. فالحقيقة يعني كان ده الطريقة المميزة والمحببة، وابتدت الدول الاسلامية والعربية يبقى فعلا عندها فتحت بقى محطات قرآن. ولكن اول محطة قرآن الحقيقة كانت في مصر هنا، وقعدت بصوت الوالد منفردا لسنوات عديدة. طيب احنا هنروح لفاصل حاجة ياسمين، وبعد الفاصل عايز ارجع اتكلم مع حضرتك كمان عن جزئية اخيرة خاصة بالوالد، وهي ان هو كان اول من اطلق الاذان في الامم المتحدة، اول من ايضا قرأ في الكونجرس. صحيح، في الكونجرس قرأ القرآن ايضا في الكونجرس، وايضا الحرمين يعني اول من قرأ في المكبرات في الحرمين. أيوة. اسمحيلي هنروح لفاصل نرجع نتكلم عن الجزئية دي، وبعد كده نعرف دخلتي ازاي عالم الفن. أيوة. وقعوا معلش كان ايه على الاسرة، صحيح سمعنا الحكاية دي كتير. ولكن توقف برضو امامها سريعا، واتجاهك بعد كده للعمل الخيري كمان حصل ازاي، وايه اللي بتشوفيه النهارده من خلال هذه الاعمال ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع ضيفتنا العزيزه الحاجه ياسمين الحصري. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع الحاجه ياسمين الحصري من داخل جمعيه الحصري للخدمات الدينيه والاجتماعيه العامه. اهلا بيكي مره ثانيه حاجه ياسمين. اهلا بحضرتك حاجه ياسمين. ايضا مما تميز به الشيخ الحصري رحمه الله عليه ان هو كان اول من قرأ القرآن في الكونجرس. أيوة. اول من اذن كمان في الامم المتحده. أيوة. وكمان في مكبرات الصوت في الحرمين. أيوة. احكي لنا كل ظرف من دول حصل ازاي. هقول لحضرتك، طبعا هو كان بيسعد بمرافقة أي حد من الشخصيات العامة، يعني رافق رئيس جمال عبد الناصر في زيارته لشرق آسيا في الهند وأيام نهرو وكده، وليه طبعا صور حضرتك ممكن تعرضيها. أي شيخ أزهر الحقيقة في أي جولاته كان بيفضل أن يرافقه الشيخ الحصري. فالحقيقة لما كان في زيارته لأمريكا، وكان برضو كان في معية فضيلة الشيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رضي الله عنه، كان ده الحقيقة من أحبابه ومن أصدقائه، وكان يعني مرتبط بارتباط جميل جدا. فطبعا لما زار طبعا البيت الأبيض وزار كارتر، وحتى كارتر قال له يا ريت تبعت لي المصحف، واداله بعت له إهداء ده بعد ما وصلوا المصحف، وقرأ في الكونجرس الأمريكي فعلا. لما زار الأمم المتحدة فقال لي مش في هنا مسلمين بيعملوا في هذا المكان، فقالوا له طب ممكن مكان يبقى فيه مصلى أكيد، وكان أول أذان يصدع به في
في الأمم المتحدة. أيضا لما حمزة باشا المصري لما دخل مكبرات الصوت في الحرمين المكي والمدني فاصطحبوا، فكان أول قارئ للقرآن في مكبرات الصوت في الحرمين، عشان كده الملك الحقيقة أنعم عليه بأنه يديله إجازة أو تصريح في أي وقت يوصل للحرمين انه يقرا في مكبرات الصوت في الحرم المكي والمدني، رغم انه ده كان استثناء يعني طبعا هم عاده بيبقى يعني مقرئين سعوديين بالظبط. بس هو الحقيقه كان يعني سبحان الله، يعني اولا لانه يمكن انضباطه في القراءه وترتيله وتجويده وتميزه في هذا، فكان الحقيقه بيسمحوا له انه طبعا يقرا في مكبرات الصوت في الحرمين المكي والمدني، وكان حقيقه بينهي اي رحله في الخارج بانه يعمل عمره، وفعلا الناس تعرف ان الشيخ الحصري وصل الحرم المكي او المدني. وكان حتي من سبحان الله من الحاجات اللي تعجب لها ان اخر قراءه ليه في الدنيا كانت في الحرم المكي والمدني. وكان في الحج في سنه 80 وصل من رحله الحج سبحان الله، وهو قاعد في وسط بقى الاحفاد كده والاولاد، وفجاه لقوه دخل الله اكبر، كانت صلاه العشاء ثم انتقل. يعني وده كان اخر عمل ام في سنه 80. ايوه يعني فهو الحقيقه يعني زي ما بقول لحضرتك كان حبه للقران. انا مثلا بافتكر احد الناس اللي كان مرافقين معاه لما كان في الاتحاد السوفيتي ايام طبعا روسيا، وكان الاتحاد السوفيتي فطاف الولايات هناك، وكان طبعا يعني كان حرصه في اي زياره انه ياخد معاه مصاحف. فسبحان الله كان في الوقت في كل ده السفريات والزيارات اللي بيروحها بالظبط حضرتك، كان المصحف المرتل والمصاحف حتى العاديه دي. فكان طبعا الاتحاد السوفيتي كان في الفتره دي يعني اي حد صحيفه كده من القران ولا حاجه على اساس توجههم السياسي في الفتره دي. فكان يعني شيء، فكان هو الحقيقه بيحرص ان هو في اي مكان واي ملتقى يوزع عليهم المصاحف دي، فكان عندهم يعني شيء عظيم جدا. كان هدفه من ده ايه يا حاج ياسر؟ ان ينشر كتاب الله وينشر العمل بكتاب الله وينشر القراءه الصحيحه، وتعود الناس لكلام ربنا سبحانه وتعالى، وتعود للمنهج الصحيح عشان خاطر تستريح وتريح. فكان حرصه الحقيقه في اي مكان ان هو يعني حتى في البيت عندنا كان يعني سبحان الله كان تيجي كده العربيه سبحان الله فيها المصاحف توزع على كل الموجودين، يعني سبحان الله كده كل اي حد زائر لنا ياخد مصحف. فانا كنت طفل اتعجب اقول يا بابا كل واحد داخل عندنا تدي له مصحف، وكان يدي له قلم ساعات كمان يعني سبحان الله كهديه كده، فيقول لي يا بنتي لعله يفتحه فتقع عينه على ايه فيعمل بما فيها. مين الشخصيات اللي قابلتيها في صالون الوالد او في لقاءاته والمجالس الخاصه بيه ما تنسيهاش؟ هقول لحضرتك من حسن حظي طبعا انا شفت كل القمم اللي احنا بنباهي بيها في العصر ده الحقيقه، يعني كل الاكابر اللي احنا برموز مصر الجميله. لان بقول لحضرتك يعني مثلا صالون الشيخ محمود شلتوت كان طبعا كل تلامذه العلم بيجوا عشان خاطر يسمعوه، فضيله الشيخ الغزالي، فضيله الشيخ عبد الحليم محمود، فضيله الشيخ الشعراوي، الناس دي كلها الحقيقه حتى كانت بعد انتقال الوالد كانت بتكرمني عشان خاطر حبا في الوالد. يعني انا ما انساش فضيله الامام محمد متولي الشعراوي اللي كان بيخصني يمكن برضه حبا في الوالد وحبا في اهل القران طبعا، ان يعني اي حاجه سبحان الله كده في اي حاجه اقول لك تعالي. وما انساش يعني من المواقف لي اللي مره بيقول لي يا بنتي تعالي، كلمني قال لي تعالي انا شفت رؤيه عظيمه للوالد. فقلت له حضرتك خير قولها لي، قال لي لا تعالي ما ينفعش اقولها لك في التليفون. رحت فسرني الحياه وقال لي انا شفت يا بنتي انه اطول من اعظم مئذنه موجوده وبيرتل القران كما كان يرتل في الدنيا كده باهتزازاته وبابتسامته كده، ويقال له اقرا وارتقي اقرا وارتقي. فسبحان الله يعني ابشري يا بنتي ابشري سبحان الله. وقبل وفاة مولانا الشيخ الشعراوي لما كنت في ضيافته برضه فبيقول لي انت شفت ابوك اخر مرة امتى؟ فانا تعجبت لان ابويا متوفي سنة 80 والسؤال ده طبعا يعني السؤال ده كان امتى؟ كان فقبل وفاة مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي في التسعينات يعني في اواخر التسعينات فسبحان الله قلت له يعني سبحان الله يعني فتعجب يعني ادرك ان انا
مش واخده بالي من السؤال. قال يا بنتي الان انا بقالي اسبوعين ما شفتوش. لا اله الا الله. يعني الاكابر دول والناس اللي سبحان الله دول لهم تواصل مع بعض. يعني ده بقى يعني اقول ايه بقى، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى ان دول متواصلين مع بعض سواء احياء او انتقلوا. فبقول لحضرتك شوف، هو كان حتى في اي حديث يقول من اراد الاتقان والتجويد في القران فليسمع الشيخ الحصري. طب حاجه ياسمين، عايزه انتقل للفتره اللي دخلتي فيها الكليه، وطبعا احنا عارفين انه كان في قصه انه الوالد اشترط علشان تدخلي الكليه تكوني متجوزه. ليه؟ اتجوزت بعد الثانويه العامه. ولان على اساس انت عارفه كان في الفتره دي طبعا كان فكر الناس ان الست هي اهم حاجه، انها ايه تبقى في بيتها وترعى اولادها وتاخد قسط من التعليم، خلاص خدت ثانويه عامه يعني. وما كانش في ساعتها في الفتره دي جامعه ازهريه، يعني اللي هي جامعه خاصه بالبنات. كانت جامعه القاهره بس واسكندريه وعين شمس واسيوط. دول اللي كانوا موجودين في الوقت ده طبعا اللي هو في اوائل الستينات، سنه 60 او سنه. فسبحان الله بعد ما اخذت طبعا الثانويه العامه تزوجت وانجبت بنتي عبير. وبعدين انا الحقيقه بقى ايه، يعني الطموح عندي عالي قوي. امتى وازاي قررتي تدخلي المجال الفني يا حاجه ياسمين؟ المجال الفني ده بعد ما اتخرجت بقى واشتغلت في، كان ساعتها اسمه مجلس الامه. مجلس الامه. اشتغلتي في مجلس الامه. ده فادك ازاي بقى؟ هقول لحضرتك، اولا الفلسفه انت عارفه انا بشبه كده العقل، اذا كان زي من غير تشبيه يعني زي البالونه كده، الافكار يعني بتنفخي كده، انت فاهمه ازاي؟ بتجددي فكرك، بتسمحي للراي الاخر وتستوعبيه وتفكري فيه وقبل ما تنقضيه، واخده بالك ازاي؟ تسمعي للاخر، تشوفي، تطلعي على الافكار الاخرى. يعني الحقيقه الفلسفه بتوسع المدارك، بتوسع العقل. علم النفس ايضا بيديكي احساس ان انت يعني ممكن برضه مع الاستماع للاخرين ان انت تنصتي، ان انت تتاملي، ان انت تتفكري في خلق الله وفي هذه النفوس المتغيره، وازاي يعني سبحان تأنسي بقى بنعم ربنا عليكي. فالحقيقه يعني انا لما جيت اشتغلت حتى بعد تخرجي طبعا من الجامعه، قعدت شويه برضو يعني، غير لما سال عليا بقى الله يرحمه الدكتور لبيب شقير. كان استاذي برضو، فسبحان الله سال عليا، كان بيصلي في مسجد الحسين مع وفد برلماني. والحقيقه اللي قال لي الحكايه دي واللي قال لي الخبر ده كان زوج اختي المستشار محمد عبد الحكم. قال لي على فكره سال عليكي لبيب شقير. الحقي ده هو رئيس مجلس النواب وقال ضروري تجيني. فطبعا انا خدت الخبر، والولد بقى سافر، كان سافر امريكا، فانا جيت على طول رايحه للدكتور لبيب شقير. كان الكلام ده سنه في الستينات يعني اخر الستينات. فاترحب بيا جدا جدا، وانا اذكر اول لقاء بيه الحقيقه وهو على مكتبه كده وحاطط ترانزستور صغير، وكانت اتفتحت اذاعه القران الكريم. وكان إذاعة القرآن الكريم على طول صوت الوالد كان هو منفرد بيها، وقاعد كده مؤتنس وكان محب جدا للوالد. فقال لي أهلا، أنت تحبي بقى تشتغلي هنا في مكتبي هنا في مجلس الأمة؟ فطبعا ما صدقت، اشتغلت سبحان الله في مجلس الأمة، واللي بعد كده بقى مجلس الشعب. والحقيقه تعينت في لجان كتيره في المجلس، يعني لان المجلس عباره عن الامانه العامه، لجان مختلفه، وكتابه الموجز بتاع الجلسه. وشفت بقى الحقيقه المطبخ السياسي يعني ازاي بيدار، وشفت عمالقه الحقيقه النواب في الفتره دي، وشفت السيدات الفضليات اللي كانوا بيمثلوا الشعب في الفتره دي. اي نعم كان عدد محدود، بس كان كل واحده فيهم الحقيقه لها من النشاط ولها من الديوع ولها من العمل الجاد. فالحقيقه استفدت جدا من في عملي في البرلمان، وفي وطبعا يعني لفيت بقول لحضرتك اللجان كلها. ثم استقريت بعد كده بقى في اداره المراسم اللي عرفتني بعد كده بقى، طبعا كانت السيده جيهان الله يديها الصحه، السيده جيهان استدات بالظبط، يعني السيده الفضله الحقيقه اللي انا بحبها جدا جدا، وبحس انها انتوا اصدقاء يا حاجه ياسمين. لا انا ما ده سيده، ده السيده كانت السيده الاولى، وكانت سبحان الله يعني. لا انا بقصد ان عبر السنين بقى لكم علاقه يعني طيبه مع بعض. بأشرف ان انا اتعلمت منها حاجات كتيره جدا الحقيقه، وست فاضله وست جميله وست محبه
محبة جدا لبلدها، ست جواها طاقة إيجابية عظيمة ومؤدبة. يعني الحقيقة نموذج فعلا للمرأة المصرية بحبها لبلدها، بحبها للحقيقة لأي موهبة. فالحقيقة يعني قصة بقى تانية بقى. احكي لنا القصة دي، دخلتي المجال الفني ازاي؟ واحنا عارفين ان هي كان ليها دور في ده طبعا، وحاولت تتوسط لدى الوالد. يعني انا هقول لحضرتك بقى قصة دخولك المجال. انا كنت ماسكة بقى ساعتها في المراسم، مراسم مجلس الشعب. كان ساعتها بقى اتغير بقى مجلس الشعب ايام سبحان الله، كان رئيس مجلس الشعب كان السيد مرعي في الفتره دي طبعا. وبعد ما تعينت سنوات يعني وكده، فجي كان بقى يا سبحان الله السيده جيهان طبعا بنشاطها الحقيقه اللي خرجت يعني خرجت كتير من المصريات للعمل التطوعي والعمل الاجتماعي. فكان الحقيقه كانت في ضيافتها سيده رئيس حرم شاه ايران شاه بانو فرح ديبا. فحبت انها الحقيقه كانت جت في ضيافتها، فحبت انها تكرمها. كان حاجه اسمها البهو الفرعوني عندنا في طبعا في المجلس معروف، وكان سيدات السيدات طبعا عضوات مجلس الشعب، فحبت تعمل لها تاخد شاي يعني كده في حفل كده بسيط في البهو الفرعوني في المجلس وزياره المجلس. فالحقيقه انا كنت موجوده، قلت حضرتك كنت في المراسم وكده، فاقترحوا بقى ان انا ايه اكراما للست دي ان انا ايه افتتح هذه الحفله بقراءه القران. وانا كانت قراءه القران الحقيقه طبعا دي كانت يعني ايه اسلوب لتمرين صوتي في الفتره دي بجهاله، معلش يعني اعمل ايه. كان اول والد ما اشوفه اقلب اكون بغني ولا حاجه، اقلب على طول قران. كنت غاويه هنا من قبلها بينك وبين لا صوتي مطوعني، صوتي يعني بتحبي الدندنه يعني صوتي مطوعني زي ما بنقول كده يعني. واخده بال حضرتك ازاي يعني بحكم ايه الحاجه الفطريه اللي جوه المصريين، اي حد بيحب حاجه بيدندنها. فسبحان الله كنت قرات القران. كمان كان في برنامج في التلفزيون كان زياره لبيت فلان، والحقيقه قريت فيها قران، فشهد عني وعرف عني ان انا ايه بقرا قران بقرا القران. فسبحان الله عرفت بقى ان انا صوتي ايه ان انا بقرا قران وكده. بعديها بايام سبحان الله كان في وفد برلماني بيزور مجلس الشعب بقى في الفتره دي، كان وفد اردني كان الاستاذ بهجت التلهوني، وكان حرمه الست ام عدنان، هم دايما يقولوا ام فلان. ايوه. فانا كنت في رفقتهم عشان طلبوا زياره السيد رئيس في الوقت ده، السيد الرئيس السيد الرئيس محمد انور السادات الله يرحمه. يعني اللي بعزه اعزاز كبير جدا وبدعوا له بظهر الغيب ان شاء الله، الشهيد البطل الشهيد حقيقي طبعا بطل الحرب والسلام، واللي النهارده احنا بنعرف قيمه اللي قام بيه حقيقي رحمه الله عليه. وكان طبعا طلبت تشوف السيده جيهان حرم الرئيس في الفترة دي، فالحقيقة استحضتها. ففي العربية السواق فتح سبحان الله السيارة كده كانت بتغني فيها ابتكر اسمهان او ليلى مراد حدك حاجة كده. دندنتي معاها؟ انا مش انا دندنت، الست دندنت ام عدنان، فانا جيت مدندنه معاها يعني عادي. فجت مبطله قالت لي شو ولو صوتك حلو صوتك حلو. الجمله دي انت معتاده عليها كنوع من يعني من الاطراء كده عادي يعني اما تسمعيه. فعادي وصلنا للست السيده جيهان. الست جيهان مجامله جدا جدا وذكيه جدا يعني، ممكن مثلا لما تعرفي عليها مره تاني مره تسالك وعن احوالك فاول ما تخلق علاقه يعني جدا جدا تحس انها يعني علاقه كمان حميميه. ممكن كل شافتك مره لكن شوفي ازاي بتديكي نوع من الارتياح ومن الموده. فسبحان الله قالت لها انت عارفه ان فلانه دي بتقرا قران قالت لها قران ولو ده بتغني. فالحقيقه السيده جيهان كتر الف خيرها، قالت لها بس كانت ساعتها كانت القائمه على السكرتاريه وكده عندها الست ادريه، قالت لها فيلي ادريه سمعينا بقى. كان اسمك افراج وقتها؟ افراج. كنت لسه لحد دلوقتي ما بقيتيش ياسمين؟ لا افراج. سمعينا يا افراج. بس فطبعا حرم الريس وست لها مكانتها وبحبها جدا، مش هينفع تقولي لا؟ ما اقدرش، ما ينفعش. فدندنت وكده قالت لي سبحان الله يا خبر ابيض. وحكت لي بقى طبعا يعني ايه ان 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 نفس سياده الريس ونفس هي انها تبقى في مصريه تبقى اختي في كل بيت ويبقى كده مثقفه وواعيه وعندها فعلا موهبه صادقه
خلصت الزياره وخرجنا طبعا مع ست ام عدنان. الموضوع لعب في دماغك ساعتها يا حجازي؟ لا صراحه هقول لحضرتك، لان ايه دايما اما كنت يعني في المدرسه برضو يعني حرم الرئيس وعايزاك يتحمل جميل وكدا. لا هي مش عايزتني ولا حاجه، ده هي بتقول لي ان احنا عندنا صوت كده عادي يعني. ما اصل انا بسمع الكلام ده من وانا في الطالبه حتى صغيره، مش قصدي يعني الموضوع، لا بسمعه كتير بسمعه كتير جدا، لان بقول لحضرتك وانا في المدرسه كنت في مدرسه الأرمان انا وزمايلي وكده وصوتي مطوعني بقول لحضرتك، والبنات تتلف حواليا كده وعادي يعني. وحتى في الجامعه كمان لما كانت ساعتها الدكتوره اميره مطر كانت بتدرس لنا فلسفه يونانيه وحبت تعمل حفله كده في الجامعه وفي قاعه كده صغيره بدء الدراسه، وقالت لي تبدأ بالقران. وساعتها طبعا كان في حاجه اسمها ابو نضاره استاذ نبيل عصمت الله يرحمه، طبعا اللي كان بيكتب، فكتب بقى ان كريمه الشيخ الحصري مش عارفه افتتحت حفله مش عارفه بالقران. طبعا في اليوم ده انا ما روحتش، قعدت استشفع باي حبايب ابويا بقى، انا راح اتعلم وبالعافيه ولا راح بقى بعمل كمان نشاط وكده. فبقول لحضرتك يعني ايه حته المجامله في الصوت دي كانت حاجه تقليديه. المهم روحتي؟ روحت لا ده ما شاء الله روحت، هي قالت لي بقى بصي، لان كان في نسب بينهم وبين مدام نهله القدسي حرم الاستاذ محمد عبد الوهاب. كان بنتها متجوزها ابن ست نهله عمر. أوكي. ابن نهله القدسي. فقالت لي هي مريضه معلش نفوت عليها واحنا راجعين، اهلا وسهلا. فوصلنا، فالاستاذ عبد الوهاب طبعا الله يرحمه ويحسن اليه، لما سمع طبعا ان احنا موجودين وكده جه، فجت حكيا له برضه يعني ست الله يرحمها ما قصرت يعني قالت للناس كلها قامت بالواجب يعني انت واخده بقى حضرتك ازاي. بس انا كنت ايه مستاءة برضه يعني يا ست دي حاجات يعني هتقعدي بقى تقولي بقى وكده يعني. فعلا حقيقي ده لحسن النيه عندي ما عنديش. فقالت له مش كنا عند حرم سياده الرئيس ومش عارفه وايه واستقبلتنا ازاي وافاضت في اكرامنا، وعلى فكره فلانه غنت صوتها حلو. غنيتي؟ اسمع 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 ها اسمع استاذ عبد الرب تسمع حضرتك تحت امرك يعني اسمع ايه؟ قال لي لا اسمع اسمع. فطبعا سمعته، فقال لي لا والله صوتك جميل وذبذبات حلوه وصوتك قوي وصوت احساس، والله لو غنيتي لألحلك. قولي لي بقى ان مشاعرك اتحركت ولا برضه لسه؟ والله صدقيني حقيقي احنا الوقت انا بقول لك يعني لتاريخ مش هادعي. لا لا انا عارفه ببساطه. أنا لما الاستاذ عبد الوهاب قال لك جميل اصل استحاله يعني انا هتيجي ازاي يعني واخده بال حضرتك ازاي يعني حضرتك افضتي في وظيفه الوالد ومهام الوالد وكده والبيت اللي انا موجوده فيه يعني شيء من المستحيلات يعني. روحت طبعا وعادي، فحكيت لزوجي فعادي برضه يعني. الصبح بقى لقيت مين؟ احمد سرحان بيقول لي الرئيس عايزك، سيادة الرئيس عايزك. انا بصراحه اتخضيت، ده دليل بقول لحضرتك ان انا يعني ما كانش في العقل. فانا تخيلت ان انا بقى ايه عكيت في الوفد البرلماني بقى يعني قلت ما حاجه ما له علاقه بالموقف. لا سيادة الرئيس هيعوزني ليا خبر ابيض سيدنا. بس فكنت طبعا حتى استشفعت بالوالد، قلت له يا بابا سياده الرئيس عايزني. قال لي عايزك ولا عايزني يا بنتي؟ قلت له يا بابا لو تسمح. فخدت الوالد، انت عارفه لو انا ما اعرفش ان في حاجه هاخده ليه، لكن بقول لحضرتك خدتيه لانك مش عارفه ايه الموضوع او في مشكله او ايه. فانا الحقيقه يعني طبعا احنا كانت زيارتنا مع ست ام عدنان كانت في اللهم صل على سيدنا محمد في القناطر، لكن هذا اللقاء بقى كان في الجيزه هنا في البيت. فانا رايحه مرجوفه، فسبحان الله لقيت مدام جيهان الحقيقه استقبلتني استقبال الله يكرمها يا رب. افاضت كده في الحفاوه، وطبعا بالوالد تحب الوالد جدا كمان. فقلت الحمد لله يعني ما فيش حاجه. دخلنا طبعا كان الصالون بتاع سياده الرئيس صالونين، صالون كده يمين وصالون يسار. فقعدنا في الصالون اليمين، وكان سياده الرئيس قعد مع وفد فلسطيني اذكر كان ساعتها سيد ياسر عرفات. وكان في قضايا بقى كده ويعني انت عارفه هموم السياسه بقى طبعا. فانتقلنا في الصالون الثاني كده، وافاضت مدام جيهان الحقيقه يعني بالترحيب بينا وكده. فادركت ساعتها بقى ان ايه، ان عشان ان سياده الرئيس عايز يسمعني او حاجه. والوالد كل ده معاك؟ معايا، ما كان الكلام عادي بس.
يعني شربنا الشاي طبعا الجميل وكده وخدنا الضيافة. ده موقف لا تحتدي عليه. وقلت الوالد ده أنقوم عشان سيادة الرئيس طبعا مشغول وبتاع وكده وإيه، وخدت الوالد. بس أدركت طبعا الموضوع إيه، وجيت حكي لزوجي بقى. فشوف يا حضرتك بقى التيسير، علامة الإذن التيسير. الزوج الحقيقة قال لي وماله فيها إيه، الله ده يعني زميلنا النبوي سبحان الله زوجته سيدة فايدة كامل، سيدة محترمة وسيدة جليلة وست فنانة ومن عيلة فنية جدا وكده، فيها ايه يعني وكده. قدرا كمان يوصل مين كمان في التوقيت ده، فضيلة الشيخ صلاح ابو اسماعيل كان بيدرس لي لغة عربية، وده بقى لحضرتك. والوالد الحقيقة اللي كان يعني ايه غير له زي ولبسه بقى الزي الازهري وتوسط انه يشتغل في مكتب الدكتور عبد الحليم محمود، فجاي بيزورنا كأنا تلميذة كان بيدرس لغة عربية انا واخويا علي. فالزوج حكي له فقال له الله، طب فيها ايه؟ الغناء حلال مباح طالما لا يثير فتنة ولا يحرك شهوة ولا يصد عن واجب، وإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع من بنات النجار، وبنات النجار دول بنات خاله حرائر. والمرأة اللي نظرت أن تغني لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما عاد منتصرا من أحد الغزوات فأذن لها بالغناء. شوف أنا حافظة الإيه الحوار كان إيه بالظبط. أنا قاعدة أنت عارفة حضرتك منبهرة، يعني كأن حد أنت عارفة إزاي بتاخدي دش ميه كده ولا حاجه، يعني بتغيري مفاهيمك تماما بقى. لان طبعا مفاهيم الناس التقليديه ان حرام 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 حرام، لا لا مفيش حاجه اسمها مش كده يعني العمليه، مش لا ده في اباحه حسب وفي اي بالظبط بالظبط بالظبط. كذلك الحقيقه مولانا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه قال الغناء حلال سبحان الله، لانه كلام الغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، لأن الكلمة اللي قلتيها طيبة بتؤجري على الكلمة الخبيثة يعني ده وزر وده دم. فسواء غنيتي بقى أو قلتيها حتى بالألفاظ فالغناء كلام، العملية بقت يعني إيه. أنت عارفة لما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيسبب الأسباب أجيلك بقى. الوالد كمان أجازو. سبحان الله كان صديقه قلت حضرتك الحميم مولانا الشيخ عبد الحليم محمود. كويس. مولانا الشيخ عبد الحليم محمود هو خدني من هنا وده بقى لحضرتك ازاي، ورحت له رحت معاه فقال له يا شيخ محمود الغنى كلام وسبحان الله يعني زي ما قال مشايخنا بالظبط، يعني انه الغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح وكده. وعلى فكره في ابيات نسيت اقول لحضرتك بقى كمان قبل مولانا الشيخ عبد الحليم محمود، ان كلمني قلت لحضرتك بقى تاني احمد سرحان قال لي سياده الرئيس عايزك مره تانيه. سياده الرئيس عايزني بقى، رحت سبحان الله لقيت سياده الرئيس الله يرحمه احسن اليه انور السادات الله يرحمه قاعد بقى كده في البلكونه فوق بقى وقاعد كده، قال لي انا اسمع جيهان حكت لي انا اسمع بقى. فطبعا انا بحب سياده الرئيس فقوي تسمع ايه. قعدت بقى انت عارفه ازاي فاكره غنيتي له ايه اول مره؟ والله انا بقى طوفت يعني حاجات لام كلثوم الله يرحمها وحاجات لاسمهان وحاجات يعني واخده بال حضرتك ازاي. ولقيته الحقيقه بيشجعني جدا بيقول لا 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 ده غير ما جيهان خالص قالت لي ده، وقال لي جمله والله حقيقي يعني انا بعتز بيها جدا جدا، لان يعني هو في دار الحق دلوقتي لكن انا بتديني دفعه كده سبحان الله والله اشهد يعني. قال لي والله يا بنتي بكره الناس كلها تتباهى بيكي. الله. الجمله دي كل ما اتذكرها كل ما بتديني كده سبحان الله يعني ايه طاقه كده ان يعني ان شاء الله الانسان يصبر على اي صعاب يلاقيها ولا كده. فبقول لحضرتك ووصى بقى طبعا كان ساعتها كان الدكتور رشاد رشدي هو كان مستشار وكان رئيس الأكاديمية الفنون ووصاه، وتخيلي بقى وصاه يعني بما معناه ان دي بنتي خلي بالك ولابد انها تلقى كل الايه الدعم. وكمان ايه يعني بعتت الرئاسه لمكتب السيد مرعي رئيس المجلس بان تنقل فلانه لاكاديميه الفنون بناء على موهبتها للدراسه وكده. فشوفي احط ربنا سبب اسباب ان احاط برعايه
ان بحيث ان انت فعلا كده توصلي توصلي موهبتك باهتمام وبرعايه بلا عقبات وبلا مثلا، بس بقى طبعا كان في مشاكل وعقبات بقى هنيالك بقى. اقتنع بكلام الشيخ عبد الحليم دكتور عبد الحليم محمود. بس دكتور عبد الحليم محمود كمان شوفي عايزه اقول لك ازاي افاض، ان قال يا بنتي في ابيات للسهروردي اللي هو اللي في العشق الالهي، انا كان نفسي الحقيقه انها تتغنى، وانا كنت عايزه اديها لواحد بلدياتي كده اسمه عبد الحليم حافظ. وقال وصى بقى مكتبه قال له اكتبوها لها عشان خاطر، ودي حقيقه وصيه للاسف الشديد انا بندم تماما ان انا ما غنيتش للسهروردي كما وصاني الدكتور عبد الحليم محمود. وقال جمله غريبه جدا بقى، انك تعمليها دلوقتي يا حاجه ياسمين. الله يديك الصحه يا ست ريهام. طيب اتفضلي كملي. واخده بال حضرتك ازاي؟ فتخيلي بقى كمان يعني سبحان الله، قال للوالد ايه؟ قال له بص يا شيخ محمود، طبعا انا قاعده مستنيه الفتيه بتاعته، يعني حيفتيني بايه؟ انا قاعده كده على الكرسي طبعا هو قدامي والوالد، فقال له بص يا شيخ محمود، وكان ماسك سبحه كده في ايده وبص لي وهز راسه، قال له بص يا شيخ محمود كتفها واضربها علقه. انا قلت بس الموضوع يعني باظ، وخد نفس كده وقال لي بص عشان لما اقول لها تغني ما تاخدش فلوس. تخيلي بقى كل الحاجات الناجحه ليا كانت معموله كلها مجانا، ما تاخدتش فيها فلوس، يعني المصريين هم اللي حضرتك قلت عليها دي ومحمد يا رسول الله كلها كانت فعلا بلا اجر ولا حاجه كده تبرع. شوفي كرامات الناس دي الطيبه، ان البصمه اللي انت فعلا مشهود لك بيها دي ان فعلا ان كانت معموله كده سبحان الله ابتغاء مرضات الله وحبا لله وحبا في مثلا في المدح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتديت بقى وقفت على المسرح طبعا، غنيت اول حاجه كانت طبعا برضاك يا خليجي والقلب يعشق كل جميل، وبعد كده بقى كانت عيد الفن، والحقيقه بقى اشرف ان انا في عيد الفن كان في اغنيه وطنيه يا ريت تذيعوها. كلام الاستاذ فاروق جويده. كان اسمها ايه يا حاجه ياسمين؟ اسمها حملناكي يا مصر. يعني تخيلي الاغنيه دي اغنيه كان كلمات الاستاذ فاروق جويده ولحن الاستاذ محمود الشريف. وطبعا توالد بقى معرفتي طبعا وشرفت ان انا فعلا اللي وقف جنبي في الفتره دي طبعا الدكتور رشاد رشدي رشح لي الدكتور جمال سلامه. طبعا دكتور جمال سلامه ده الحقيقه عبقري طبعا، ونفسي فعلا الدوله تحتفي بيه لانه فعلا يعني اثر الحياه الفنيه بفن جاد طبعًا. جدا انت متخيله مواهب كثيرة جدا جدا، يعني شوفي نجاحات الاخرين لما هو لحن لهم فعلا، يعني اول حاجه عمل كان في حاجه اسمها عيون بهيه، دي كانت مسرحيه كبيره وتخيلي حضرها سياده الرئيس محمد انور السادات الله يرحمه، وتخيلي ان طلع على المسرح كمان عشان خاطر يحيي القائمين عليها كان لفته كريمه منه، وكان في كل بقى اعياد سواء عيد اكتوبر او عيد الفن او كده كان يعني بيرشحني ان انا تبقى موجوده في الحفلات الرسميه دي. فكانت طبعا معين ليا وكانت يعني مكان، بس طبعا لقيت ما لقيته وعفى الله عما سلف بقى طبعا الهجوم بقى. هجموكي كتير وقتها علشان ابنه الشيخ الحصري يا حاجه ياسمين. مش هجموني دول، يعني لو كانوا طلبوا يذبحوني كان اللي بيقول رجمها واللي بيقول احرقها واللي بيقول مش عارفه ايه، هم دعاة التشدد وقت. يعني التنطع ده يعني على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان منكم لمنفرين، يعني مش مثلا حتى بالهوا ده كده وباللين وبالرفق، لا يعني كانت حرب شرسه. يعني كانت في مجله اسمها الدعوه في الفتره دي، انت متخيله مثلا بعد ما خرجت من مكتب مولانا الشيخ عبد الحليم محمود يقولوا ايه؟ هل سينشئ الازهر معهد لتخريج المطربات؟ يعني مجرد ان فضيله الامام الاكبر انه يعني اجاز وافتى بحل الغناء طالما كلام محترم وكلام طيب. تخيلي يعني مثلا حتى الاسلوب مختلف عن اللي حكيتيه لنا عن الوالد، والوالد عالم كبير ومولانا الشيخ لا كل دول كل الشيوخ اللي حضرتك ذكرتيهم، لكن انا بقصد حتى بتقولي لي ان وانتم صغيرين كان لما بيعلمكم اي درس كان كله بالحب وبالرقه وبالرفق جدا جدا، فانه ينزل منشات زي ده ده غير كده تماما روح الدين اللي علمها لكم الوالد. وغير كده حضرتك لما جيت بقى عشان انقل الوالد مع اي افصله بقى ولا تزر وزيره وزر اخرى، امسكوني انا وما لكوش دعوه بالوالد.
فمن هنا جه تغيير الاسم لياسمين الخيام. يعني انا كان في الفتره دي طبعا قلت لحضرتك الدكتور رشاد رشدي ابن اخوه ابن اخته الاستاذ احمد بهجت الكاتب طبعا المعروف رحمه الله عليه، فكان اهداني كتاب عن عمر الخيام. فمن قراءتي للكتاب ده الحقيقه اكتشفت ان عمر الخيام ده فيلسوف كبير قوي، وانه سبحان الله صاحب مذهب يعني حل مساله في الجبر عظيمه جدا، وانه عالم انواع جويه، وانه يعني غير ما خالص العامه تعرف عنه، وان حبه الوحيد كان في ياسمين. زي ما نقول مثل قيس وليلى وجميل بثينة وكده، فعمر وياسمين. فمن هنا والدكتور رشاد رشدي الحقيقه كتر الف خيره، يعني خدنا احنا في جلسه بقى طبعا ما احنا قاعدين بنعاني نخرج من المأزق ده ازاي، فتسميت بقى ياسمين الخيام. واخد بال حضرتك ازاي؟ فبرضه منشيت بقى في مجله الدعوه البعض يفضلونها ياسمين. وتوالت اعمالك الناجحه والاعمال العظيمه والمحترمه يا حاجه ياسمين، ما انت كنت بقى في تحدي عايزه تثبتي وجودك باي طريقه، واخد بال حضرتك، وتحطي بصمه، وبرضه في سواء في زيك سواء في تصرفاتك سواء في كده. على خطا ان انا ممكن اقدم فن محترم عكس ما تشيرون اليه لما بتتكلموا عليا. والحقيقه كابر الملحنين في الفتره دي والمؤلفين ايضا، سواء الاستاذ عبد الفتاح مصطفى، الاستاذ عبد الوهاب محمد، الاستاذ عبد السلام امين، الاستاذ حسين السيد، يعني كل الحقيقه الكتاب في الفتره دي كتر الف خيرهم. يعني ايه الكلام المحترم؟ لان طبعا دراسه الفلسفه دخلت طبعا في الكلام ده، وكبار الملحنين الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ طبعا الدكتور جمال سلامه، ده ما عندكش فكره، يعني كل ما اسمع مثلا سلام الله يا طه وام النبي والرقوه دي سبحان الله، وطبعا التترات بتاعت المسلسلات من اول محمد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومن هامش السيره، والمصريين هم، وكل الاغاني الكويسه الحقيقه اللي لحنها الدكتور جمال سلامه، والاخرين ايضا الاستاذ عمار الشريع اللي لحن لي يعني نشيد الجامعه ده كمان الحقيقه بعتز بيه جدا، الكلام الاستاذ صلاح جاهين رحمه الله عليه، يعني الاكابر الحقيقه اللي تعاونوا معايا في هذا المجال، واللي كان يعني بحس ان في بصمه طيبه. يعني اما بسمع حتى الاغاني دي بقول والله كويس، يعني ان الشباب وكده يسمعوا ويسمعوا كلام طيب. طيب احنا قبل ما وقتنا ينتهي لان للاسف انتهى، انا عايز اعرف بس قرار الاعتزال كان ليه؟ ايوه، علشان عايز اتكلم بعد كده عن قرار انشاء كمان الجمعيه والتنوع الكبير اللي موجود فيها، لكن يعني لو تقولنا باختصار اعتزلتي ليه حاجة ياسمين وانت قررتي انك تنشئي الجمعية؟ هقول لحضرتك حاجة، طبعا انا يعني ايه جوايا بعد وفاة الوالد طبعا، يعني لانه اولا ترك قلت لحضرتك الاعمال الخيرية اللي كان عاملها دي، وترك ايضا ثلث التركة لاعمال الخير. صحيح، دي كانت وصيته بالظبط. وبعدين احنا فوجئنا بعد وفاته انه الحقيقة يعني كفالة الايتام واعمال الخير، وزي ما قلت لك اغاثة اي ملهوف واي حد يجي، سبحان الله كان يقول لا تنصرون ولا ترزقون الا بضعفائكم، واعمال التطوعيه اللي كان بيعملها دي سبحان الله، فكانت يعني ايه زي ميراث لابد ان احنا فعلا نكمله. فاحباب الوالد الحقيقه واصحاب الوالد هم اللي سموا الجمعيه، وهم الحقيقه اللي وقفوا جنبي وساندوني، وابتدينا فعلا باخواتي وقرايبي وحبايبي واصدقائنا فعلا نبتدي نكمل المشوار اللي تركه الوالد. الحقيقه ابتدينا الحقيقه من التسعينات، اول في سنه 90 ابتدينا الحقيقه. ده نفس السنه اللي اعتزلتي فيها؟ اعتزلت بيها، لان اقول لحضرتك حاجه، حسيت ان انا حطيت بصمه في المجالين اللي انا بتميز بيهم سواء الوطني او في الانشاد في الديني. وحبيت يعني، لان حتى انا اغنيت عاطفي لكن ما لقيتش نفسي فيه يعني بصراحه، يعني كان هو التميز، لان بقول لحضرتك تربيتك النهارده الناس لسه بتترددوا الوطنيه والدينيه. الحمد لله، وحسيت ان انا في بقى طاقه جوايا من العطاء ان انا ممكن يعني اكمل مسيره الوالد فيها اللي هي طبعا الجمعيه. ابتدينا طبعا بالمسجد الجامع تاسيا بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، من اول العقيقه كده لغايه ما يصلى على الانسان في الجامع، يعني كان المسجد الجامع ده اللي فيه الخير، اللي فيه المنتدى، اللي فيه الطيبات كلها. ثم طبعا كفاله الايتام، وكفاله الايتام مش بس عندنا في مقرنا، لا في الاماكن، لان اليتيم اللي والدته موجوده، اللي عمته موجوده، اللي خالته موجوده، اللي جده موجود او جدته، فدي بقى في البيوت نفسها ما خدهوش عشان خاطر اربيه، لكن ارعاه واكفله في مكانه. لكن اللي ما فيش ام واب دول اللي هم موجودين عندنا الخمسين الموجودين عندنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله، دول الحقيقه اللي ما خدناهم كده يعني لغايه ما دلوقتي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللي هم وصلوا
دفعة فيهم دخلت الجامعة، الباقيين طبعا بيكملوا دراستهم، عندهم مواهب متعددة معاهم لحد ما يتموا دراستهم. بقول لحضرتك دول ولادي، بحس ان ده منحة من عند ربنا، بحس ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا بينعم عليا بان فعلا انت متخيلة يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ان انا افرح سيدنا النبي بان فعلا يعني احقق هذه الكفالة كما يجب برعايته، مش بس في الأكل والشرب لا، بالعكس في تربيته التربية الصحيحة، يبقى متصالح مع نفسه، متصالح مع بلده، متصالح في مجتمعه، بيطلع ينتج، يطلع محب للآخرين. بالإضافة لأعمال الخير عندنا غسيل الكلى، عندنا المبتسرين، عندنا المستشفى، عندنا المزرعة اللي بتكفي حاجتنا وبتكفي أيضا نزرع فيها حاجات حصاد يفيد بيجيب عائد برضو كوقف للجمعية. عندنا بسم الله ما شاء الله دار المغتربات، عندنا بسم الله ما شاء الله دار الضيافة، عندنا الضيافة. حياتك كنت في الأول معترضة أنك تعملي دار للمسنين، وبين قررت أنك تعمليها وغيرت يمكن الفكرة والمفهوم بالضبط. أنا كنت في ضيافة الحقيقة الدكتور البشمهندس الوزير حسب الله الكفراوي، وسبحان ربنا يديله الصحة، فقال لي ما عندكش دار مسنين، قلت له لا، لأن الحقيقة ربنا بيقول فإما يبلغن عندك، فلازم يبقى عنده أهل وعنده يعني عنده ذوية، عنده ناس وعنده أهل وعنده كده. فقال لي يا بنتي أنت شايفة الوقت دلوقتي أديك بتضيق الناس ببعضها، وممكن الابن يبقى مسافر ممكن هنا. فمن هنا كان قدرا خرجت من عنده، كان في سيدة فاضلة تبرعت بأرض وهنعملها، إيه عملناها دار، بس أنا سميتها دار ضيافة. ليه بقى؟ يعني لأن حتة المسن دي يمكن بتدي نوع من الايه من الهم لصاحبها، انه خلاص كبر، انه عجز، لكن جبر الخاطر اللي تربيتي عليها في بيتك برضه حاجه، ان حتى بالكلمه ما جرحش بالظبط اطلاقا. لا احنا ما انا دلوقتي سني معروف يعني بسم الله ما شاء الله، ابقى اتحسبت بقى مسنين؟ لا 32 خليهم 34 ربنا يديك الصحه. والله يديك الصحه. وصيتي دايما لكل احبابنا يجودوا في عملهم، يخلصوا لله. هم يمكن بيتريقوا عليا في الميديا، يقول لك يا كاتلزق تقول في اغنيه مبروك وعلى قد نيتنا ادينا. لا ده فعلا على قد نيتنا، عشان نجدد النيه لله، نصفي النيه دايما. صدقيني بتجديد النيه لله، بالاخلاص لله، بحبنا لبلدنا، بان احنا فعلا لان حب الوطن من الايمان، بانتمائنا لبلدنا، بزرعنا وعافيتنا كلها لبلدنا، حقيقي ما نستخسرش اي جهد، وربنا هيبارك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. نحسن العمل ونستوصي ببعض كده، وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يعني انكم لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. انت متخيله بالحب وبالموده وبالمحبه، يا كفايه انك تبص لحد تقول سلام عليكم صباح الخير اهلا وسهلا. دي الطاقة الجميلة اللي المصريين اتعودوا عليها، وان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحمي بلدنا ويحفظ بلدنا ويعلي قدرها ويغنيها ان شاء الله من حيث لا ندري ولا نحتسب، ويستخدمنا جميعا استخدام المحبوبين المقربين المخلصين مع اللطف والعافية، ويجعل رزق مصر كلها بركة وخير ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا حاجة ياسمين، حاجة ياسمين الحصري، على انك استضفتينا النهاردة في هذا المكان في الجمعية، وبشكرك على الحوار الحقيقة اللي كله يعني ذكريات وقصص ودروس وعبر. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبتي، جزاك الله خيرا. شكرا لحضرتك، ودي كانت مواجهتنا النهاردة مع الحاجة ياسمين الحصري. أشوفكم في مواجهة جديدة، إلى اللقاء.